ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس الكل، أنتم في الاستماع لإذاعة الحياة فام، موعد جديد من ريكاب ميدي نرجو فيه على أبرز الأحداث على الصعيد المحلي والصعيد الوطني. اليوم عنا برشا مواضيع باش نحكيو فيهم، تنجموا تسمعونا على البوند فام 90.3 وإلا على الباج فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة الحياة فام بالفرنسية مقابلتها أو بيان على سيت ويب متاعنا الحياة فام. ترحب بفريق العمل معايا أمنة بوخيت في الإخراج التقني وسهيل معنا اليوم في الديجيتال، معكم سهام حمدي في ريكاب ميدي من توا حتى لساعتين. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو سنة فيكم لليوم في ريكاب ميدي على صعيد المحلي، باش نحكيو على تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي اللي متواجدة فيه بلدية القيروان، باش نحكيو على هذا التحالف الأهداف متاعه وخاصة المنافع اللي باش يرجع بهم على بلدية القيروان. كذلك على صعيد الجهوي نحكيو على المهاجرين غير النظاميين اللي اليوم فما إشكال لدفن الجثث متاعهم بطريقة لائقة، وخاصة ظاهرة الهجرة هذا التدفق وغرق المراكب في السواحل التونسية اللي كثرت في الآونة الأخيرة. سينو زيدا على صعيد السياسي باش نرجعوا نحكيوا على التسريبات لقادة رايجة والمنسوبة إلى المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاجة. نحكيوا زيدا على آخر الاجتماعات اللي عقدهم رئيس الجمهورية قيس سعيد حول اللجنة، لجنة تأسيس الجمهورية الجديدة. أيضا باش نحكي اليوم في ريكاب ميدي على آخر المستجدات ومسيرة 8 مايو، شكون اللي ينظمها وبأي أهداف. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. أنتم تسمعوا في ريكاب ميدي وكالعادة البداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي. في الأكتواليتي لليوم نحكيو على الأخبار اللي تخص عمليات الهجرة غير النظامية اللي تويترت في الأونة الأخيرة، غرق وحوادث الغرق على السواحل التونسية اللي يعني طبعا هو على مدار الوقت يلفت الانتباه إلى المهاجرين والذين اللي يلقوا حتفهم في هذه الرحلات. والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتابع هذا الموضوع عن كثب، والبارح كان وجه نداء خاصة لأنه فما إشكال بخصوص دفن لائق للمهاجرين غير النظاميين. باش ناخذوا فكرة أوفى على هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المكلف بالأعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السيد رمضان بن عمر. سي رمضان بن عمر عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعات ومستمعي الحياة فام. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي رمضان، نبدأ بالنداء اللي وجهه المنتدى البارح، لو كان تعطينا أكثر تفاصيل عليه، خاصة وأنه المنتدى يتابع عن كثب عملية يعني الهجرة غير النظامية وخاصة الغرق ويعني المآسي اللي تنتج على هذه الحوادث. إذن المنتدى التونسي للحقوق والاجتماعية توجه بنداء ليلة البارحة إلى السلطات المعنية سواء على المستوى المركزي وإلا على المستوى الجهوي لإيجاد حل للوضعية الصعبة الموجودة اليوم في مستشفيات الساقس من خلال تكدس جثث المهاجرين غير النظاميين في معناها الفريقوات التابعة للمستشفيات، واللي من خلال نداءات معناها سواء من بعض المسؤولين الجهويين في الساقس واللي طالبوا بالتدخل العاجل نتيجة ربما البلديات اللي تتحجج بعدم وجود إمكانيات لديها وما يتحمل تكاليف عملية الدفن. فإنه المنتدى وجه نداء عاجل لهذه البلديات من أجل المساهمة في عمليات دفن المهاجرين بما يحفظ الكرامة البشرية في ظروف ملائمة، وتدعو السلطات التونسية إلى احترام التراتيب اللي تقوم بها عادة للقانونية وإلا الصحية اللي تمكن من بعد أهالي هؤلاء الضحايا أنهم يسترجعوا رفات أبنائهم أو يتعرفوا على هوياتهم وعلى أماكن دفنهم. وذلك مواصلة
بالنسبه للخيار اللي في تونس تقريبا منذ سنتين الخاص بجمع العينات من الحمض النووي لكل الجثث اللي تطفو على السواحل التونسيه. المنتدى من خلال هذا البيان كان وجه نداء وصيحه فزع امام توالي هذه المآسي الانسانيه. تقريبا منذ بدايه السنه اكثر من 271 ضحيه ومفقود على الشواطئ التونسيه، وهو رقم ضخم وكلفه انسانيه ضخمه لمساله الهجره غير النظاميه. اليوم في ظل قصور المقاربات المعتمده لمعالجه هذه الضحيه، وفي ظل هذا الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعيب في تونس، نعرف انه الضحيه ستتواصل خلال المده القادمه، خاصه مع تحسن العوامل المناخيه. لذلك علاش دعينا ايضا السلطات التونسيه وجدت انه منذ تقريبا شهر فيفي وجهنا الدعوه لوضع مقاربه شامله للبحث والانقاذ على السواحل التونسيه. اليوم للاسف السلطات التونسيه بضغط من الجانب الاوروبي فقط تعتمد مقاربتها على المنع وعلى المراقبه والمنع من الاجتياز، وحتى نوعيه التجهيزات والموارد البشريه والخطط الموضوعه هي في اغلبها فقط لاحباط عمليات الاجتياز. اليوم لابد ان تتغير هذه المقاربه نحو مقاربه اكثر انسانيه، اكثر معناها تفاعلا مع هؤلاء المهاجرين اللي يختاروا بالاساس قوارب الموت للبحث وتحقيق الحلم منتهى. مقاربه تعتمد على تسخير الامكانيات اللوجستيه والتقنيه والبشريه الكافيه، وادماج ايضا جميع المتدخلين على الشريط الساحلي في مجهود جماعي ينسق عمليات البحث والانقاذ، خاصه وانه المراكز هذه في اغلبها هي مراكز متداعيه، وهذا يستغل شبكات تهريب المهاجرين للاسف الاحلام بتاع المهاجرين باش تحطهم في مثل هذه الظروف الخطيره والخطيره جدا، واللي تقريبا تبقى معناها مصير ماساوي بعد زوز ولا ثلاثه اميال في المياه الاقليميه التونسيه. اذا هذا النداء هو من اجل انه تعتمد على انقاذ الارواح. نعم. سي رمضان، يعني الجنسيات نتاع الناس اللي تلقى حتفها او اللي يحكي عليهم المنتدى واللي طالب يعني بضروره ضمان دفن لائق يعني يحفظ الحرمه الجسديه لهؤلاء، هم كلهم من جنسيات يعني اجنبيه، جنسيات افارقه، يعني اغلب الجنسيات هكا ولا هو ما عرفناش على الهويه الصحيحه لهؤلاء من خلال معناها تحليل الحمض النووي، فانه هؤلاء بالنسبه لنا هما تقريبا معناها هما نفس المعنى، نعتبروهم نجم يكونوا تونسيين كما نجم يكونوا غير تونسيين. هذاك علاش احنا نركزوا اكثر على انه نعتبروهم ارواح بشريه تستحق المعامله وبظروف تحفظ هذه الكرامه البشريه. صحيح نحن نعرف معناها من خلال الشهادات انه اغلبيه الضحايا اللي موجودين على الشريط الساحلي خلال المده الاخيره هم من جنسيات مهاجرين من جنوب الصحراء. في الفتره الاخيره كانوا اغلبيتهم من جنسيات سوريه، وهي المعطيات تجي سواء عن طريق الناجين والا بعض الوثائق اللي تكون مرافقه لهؤلاء، لكن في الاغلبيه دائما ما تكون جثث مجهوله الهويه، وبالتالي لابد ان نتعامل معها كل بنفس الكيفيه وتكون معناها المقابله بتاعنا بصرف النظر الجنسية وعلى اللون وإلا على الدين وعلى العرق وعلى غيرها، نعتمد دائما نفس المعادلة ونفس المقاربة لكل الجثث اللي تطفو على السواحل التونسية. واضح به. تفاعلت شي صولات سي رمضان مع نداء الاستغاثة اللي أطلقه البارح المنتدى بخصوص الموضوع هذا؟ هو ساعة متأخرة من الليل كان اخضاع قرار تسخير 7 بلديات من ولاية صفاقس للقيام بعمليات الدفع العام للجثث اللي معناها تكدست في المستشفيات صفاقس، وهذا معناها نعتبره خطوة إيجابية ومهمة جدا، ونعتبره أنه نجم يكون دوامة لاستراتيجية واحدة. ما عادش نضطر نصدر مش هذه البيانات، ما عادش نضطر نداء من هنا من الوضع المأساوي كارثي، لابد من خطه قوه يتنزل بها جميع الاطراف اثناء هذه الحوادث والتعامل مع هذه الفوارق باش تكون العمليه سلسه. كل معناها طرف متدخل يقوم بواجبه سواء من خلال التعرف على الهويات، رفع البصمات، ثم تدخل بكرامه في ظروف تحفظ او تمكن او تسهل عمليه التعرف من بعد على الجثث والتعرف على الهويات بتاع كل مقبره. احنا من جهتنا ايضا دعينا كل البلديات الموجوده على خاصه على الشريط الساحلي انها تحقق مخططات على مستوى محلي من خلال تخصيص اماكن في المقاطع البلديه بهذه الجهات، ومن خلال خطه التعامل مع اي فاجعه قد تقع
معناها خاصة في هذا الظرف الصعيب المؤقت. أكيد به نخدم معك سي رمضان بسؤال، هل المنتدى عنده إحصائيات ولا عنده أرقام بخصوص ضحايا عملية الهجرة غير النظامية وإلا المفقودين مثلا اللي يمشيون بعد يتفقدوا فجأة ما نعرفوش شنو المصير نتاعه؟ هو في السنة الفارطة المنتدى كان رصد أكثر من 480 بين ضحية ومفقود على الشواطئ التونسية، وقتها قلنا لو السنة هذه كانت أكثر سنة معناها فيها مئاسي في على الشواطئ التونسية منذ سنة 2012، وحتى معناها الناطق باسم محاكم الساقس أعلن أنه مستشفيات الساقس خلال تلك السنة وحدها استقبلت أكثر من 300 جثة معناها في لمهاجرين من جنوب الصحراء خلال هذه السنة. خلال هذه السنة منذ 1 جانفي إلى حدود نهاية شهر أبريل، المنتدى رصد أكثر من 271 ضحية ومفقود على الشواطئ التونسية، منهم أكثر من 140 فقط خلال هذا الشهر المنقضي اللي هو شهر أبريل، واللي هو الشهر أكثر مأساوية منذ بداية هذه السنة. لكن الشيء مؤشرات مفزعة، لأنه لو قارناها بنفس الفترة من السنة الفارطة، بنفس الفترة السنة الفارطة الأربع شهور الأولى رصدنا فقط 24 ضحية ومفقود، اليوم نوصل الرقم 270 هو رقم مخيف، وبالتالي يستلزم من السلطات السياسية والسلطات الإدارية أنها تعطي الانتباه والاهتمام الكافي لهذه الظاهرة ووضع كل المقاربات للتعامل مع المبتدئات. بربي فقط سؤال سي رمضان، والمنتدى هو يتابع يعني عملية الهجرة والناس اللي يعني تقدم على هذه الرحلات، عندكم تصور في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لحل لظاهرة الهجرة غير النظامية، ولا كيفاش لازمها تتعامل تونس خاصة مع بلدان الشق الآخر من البحر الأبيض المتوسط للحد من هذه الرحلات؟ أولا نحن في البداية معناها الزاوية اللي نقفوا عندها أنه دائما التنقل هو حق مشروع وتضمنه كل المواثيق والحقوق الدولية، وكل اللي نعانوه اليوم من مآسي ومن هذه الحوادث هو نتيجة التنكر لهذا الحق اللي للأسف الأنظمة شمالا وجنوبا وضعت كل العوائق لتنقل الأشخاص، لأننا نعتبر كل تنقل بحثا عن العمل عن الحرية عن الكرامة هو تنقل مشروع بصرف النظر ربما عن الكثير نجم نتفقوا أو نختلف فيها. لكن اليوم نحن أمام ظاهرة موجودة وتستلزم حلول. الظاهرة هذه أولا تم مسؤوليات ترجع أولا لدول الشمال، نقصد أساس الاتحاد الأوروبي، ترجع لدول الجنوب. نبدأ بالمسؤولية بتاع دول الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي اللي وضعت كل الحواجز والعراقيل على تنقل الأشخاص من تونس إليها. الدول الأوروبية هذه اللي للأسف معناها تسعى معناها وفرضت على تونس حرية التبادل، لكنها تتنكر لتبادل هذه الحريات. الحريات للأسف هي في اتجاه واحد، معناها حكر على دول الشمال، وهنا نقصد أساسا حرية التنقل. أيضا العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي لم تكن بشكل متوازن، وسياسات التشديد معناها في علاقة بالإجراءات الفيزا ساهمت وعمقت الرغبة في الهجرة، لأنه دائما كل ممنوع هو مرغوب من العديد. أيضا المسؤولية الثانية هي تعود إلى سلطات الدول اللي بتاعنا، سلطات الدول اللي بتاعنا اللي للأسف عجزت في مقارباتها الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق الحد الأدنى من الكرامة والخدمات الاجتماعية الأساسية وظروف الحياة اللي نجم يرضى بها المواطن التونسي في الحد الأدنى، وعجزت عن إيجاد الحلول، بل للأسف انخرطت يغربها في هذه المقاربات. اليوم شنو المطلوب على الأقل في حد أدنى بشكل عاجل؟ هو تسريع مسألة الـ معناها العمالة الموسمية. اليوم على اتفاقات معلقة مع عدد الأطراف سواء في إيطاليا وإلا فرنسا وإلا مالطا، والدولة التونسية لا تبذل أي مجهود للحصول على نسبة أو كوتا من هذه العمالة الموسمية اللي تنجم تشكل متنفس ربما والحد من هذه الظاهرة، لأن الظاهرة صعيب نقف عليها، فقط على الأقل نحد منها ومن فواجهها ومن كلفتها الإنسانية. واضح، نشكرك برشا سيد رمضان بن عمر المكلف بالأعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شكرا جزيلا لك على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل. بعد شوية نحكي على بلدية القيروان والتحالف متاع البلديات من أجل الانتقال الطاقي، باش نختار لي أكثر تفاصيل جوست بعد البوز ميوزيكال هذه. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي، انتم تسمعوا في ريكاب ميدي، انتم تسمعوا في ريكاب ميدي من نص النهار لساعتين.
وقيت باش نحكيه على مشروع تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي. نعرفوا بهذا المشروع، ناخذوا عليه أكثر فكرة وأكثر تفاصيل. هذاك علاش معنا في استوديو السيد محمد الحبيب المستيري، عضو المجلس البلدي والمكلف بمتابعة المشروع. عسلامة، مرحبا بك سي محمد الحبيب. عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين على راديو حياة فعل. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. كالعادة معايا في البلاتو سي حمادي البقلوتي، ناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. مرحبا سي حمادي. مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين والمستمعات، مرحبا سي حبيب، مرحبا بمستمعي الإذاعة. شكرا جزيلا لك. نبدا معك سي محمد الحبيب المستيري، شنو هو المشروع هذا؟ يا مشروع تحالف البلديات من اجل الانتقال الطاقي، لو كنت تعطينا فكره اوضح عليه. نحاول نعطي فكره اوضح. هو الحقيقه توا كيف ما نقول ديما، التحدي المستقبلي توا لينا احنا كتوانسه ولكل شعوب في العالم، الحقيقه هما زوز مسائل كبيره، هو التغيرات المناخيه والطاقة. ونشوفوا احنا اليوم بعد الحرب على أوكرانيا كيفاش الموضوع متاع الطاقة خذية حجم كبير جدا وقاعد يأثر في السياسات في المنطقة بصفة عامة. دونك في الإطار هذا بالطبيعة ثم مخطط تعمل في مستوى قمة باريس واللي يحدد أهداف اللي هي اسمها يقع تحقيقها على مستوى العالم، وزيدا يطلب من الدول كل واحدة يكون عندها مخطط الخاص بها، وبالتالي تونس عندها مخطط متاحة للانتقال الطاقي. ومن تونس توا مش نتحولوا للمحليات، دونك البلديات مطالبة باش تكون عندها سياسات محلية تهم التغيرات المناخية والطاقة. ولهنا بلدية القيروان بالطبيعة قاعدة تخدم على أنها تكون عندها السياسات اللي تخص بلدية القيروان. فصارت اتفاقية شراكة بين بلدية القيروان ووكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبطبيعة مع التعاون السويسري، حتى بلدية القيروان تتحصل على علامة الجودة لابيل اسمها أكت ميا. علامة الجودة هذه هي علامة بمعايير سويسرية ثم أصبحت تعتمدها هي معايير أوروبية. وتكونت مشروع اسمه تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي، واللي يضم 7 بلديات على مستوى الجمهورية، منهم بلدية القيروان. واللي العمل الذي توقع قاعد يستمر على مدة 2.5 عامين، وبحول الله الأسبوع القادم. من وقتاش بدي سي محمد؟ بدي في سنة 2019 وبحول الله نهار 11 ماي باش يقع تدقيق لبلدية القيروان، باش فريق يعمل تدقيق لبلدية القيروان باش يشوفوا هل بلدية القيروان تستجيب للمعايير هذه والا لا. اذا تستجيب بلدية القيروان باش تتحصل على علامة الجودة الطاقية هذه اللي تسمى اكت 100، علامة جودة سويسرية اوروبية. كيفاش خدمت عليه بلدية القيروان هذا المشروع طوال هذه الفترة؟ الحقيقة صار تدقيق من سنة 2019. الجملة من المجالات في بلدية القيروان شمل التنوير العمومي، شمل البناءات البلدية، شمل المستودع البلدي، استهلاك أنواع مختلفة بتاع الطاقة في بلدية القيروان. التدقيق هذايا خرج بطبيعة بتوصيات شنية المجالات اللي البلدية زمها تخدم عليهم باش تحسنها. وحاولنا من 2.5 عامين ان نحطوا خطه العمل هذه باش نخدموا على نقاط الضعف نتاعنا باش نتجاوزوها، ونقاط القوه باش نبنيوا عليها. الخطه العمل نقاط الضعف ونقاط القوه هذا هو تو بشوي نشوفوا شنو ما انواع الطاقه اللي هي قاعدين نخدموا عليها، وشنو الحاجات او المشاريع اللي خدمتهم بلديه القيروان باش تحسن ادائها في المجالات هذه. مثال يعني نعطيه مثال على الجانب هذا، يعني على اي مستوى فين وصلنا. مثال نعطي امثله، نقول على مستوى النقل كنا نستعمله في الدراكتورات، نوليو نستعملوا الكاميونات اللي ما فيهم كاتاليزور. على مستوى الكهرباء عندكش يعني حاجات من هذا النوع. على مستوى المناطق الخضراء، على مستوى ربما رخص البناء والناس تستعمل ربما حاجات باش تكون المساكن يعني ما تستهلكش برشا طاقة. حوايج عملية يعني. واضح، باش نعطيك برشا بحول الله حوايج عملية. هو من الأول اللابيل هذه تخدم على 6
محاور أساسية. نعم. هي التخطيط نتاع المدن والتعمير نتاعها. دونك شنية عملت بلدية قيروان باش تحسن في التخطيط للمدينة، تخدم على التنقل والنقل. مساج في جانب التخطيط يعني نعرف أن القروان تقريبا كلها بناء تتبنى بناء فوضوي، ثماش أنه لاحظناش أنه في المرحلة هذه أصبح هناك أكثر اتجاه للمقاسم المهيئة اللي هي تستجيب للجوانب التخطيط العمراني السليم. واضح. البلدية القيروان فيما يخص التخطيط، دونك احنا في فترة متاع مراجعة متاع مثال التهيئة العمرانية، فش عملنا؟ زدنا العنصر وليت مثال تهيئة عمرانية يستجيب للتغيرات المناخية وللنجاعة الطاقية، وهذا يتجسد في كراس شروط بالنسبة لمكاتب الدراسات اللي تخدم عليها. فزدنا عنصر مهم في مثال التهيئة العمرانية. اثنين، عنا اليوم مشروع مع الأمم المتحدة. شنو يمس هذية؟ هو تنمية المدن الأمنة مناخية. مناخية. نعم. والمشروع هذه الدراسة هذه اللي هي مخطط لمدينة القيروان يتكلف 415 مليون ألف دولار، يعني تقريبا مليون فاصل اثنين دينار تونسا، واللي هو وقع الإعلان عليه والانطلاق فيه توا تقريبا عنا شهر ونصف، وفيه مخطط كامل تاع عمل هذية اللي مش يحط لنا مخطط للمدينة، واثنين يحط مخطط تاع تمويل المشاريع اللي مش تخرج منه. هذا فيما يخص التخطيط. عندنا حاجة أخرى، خرجت طلب عروض دولي في محطة أو نسميه قطب لوجستي للقيروان. القطب اللوجستي هذايا اللي هو بشي متعدد الوظائف، بول لوجيستيك ملتي مودال، هذايا باش يلم وسائل النقل الجماعي. دونك باش تلقى التاكسيات، تلقى اللواجات، المحطه نتاع التران جديده، النقل نتاع السلع. تو كيف ما نعرفوا محطه الترام شكون مرتبطه ببرط نتاع مفيده، مش شكون مرتبطه بالقصرين بسيدي بوزيد كذا. دونك المحطه نتاع المحطه هذه متعدده الوظائف باش تسهل الربط بين وسائل النقل الجماعي المختلفه، النقل الريفي، النقل الجماعي، التاكسي الجماعي، الكلهم باش يكونوا ملمومين في محطه واحده باش نسهلوا الحركه نتاع المواطنين. دونك هذا في مجال التخطيط. اي هذا يجرنا الى حركه المرور في القيروان. هل بالضبط. انه ضمن موهله، يعني احنا نتوسعوا شويه في الفكره، انه ضمن هذا المشروع انه مراجعه المخطط المروري لمدينه القيروان، وتوا نسالك كيفاش في ظل ما نعيشه اليوم. عنا زوز مشاريع في الإطار هذا. عنا مشروع اللي هو قاعد يصير بشراكة مع بلدية ستراسبورغ، واللي هو الحقيقة ما هوش بالحجم الكبير لكنه مهم، واللي يحكي على مراجعة مثال بتاع مخطط النقل الحضري والانتقال إلى النقل الخفيف اللي هو يستعمل درجات الهوائية، يستعمل درجات الكهربائية غيره. دونك يزيد يأمن الحركة متاع المترجلين أكثر. وفيهم زوز مشاريع الحقيقة، واحد مش يكون في شارع الأسعد القضامي، واحد مش يكون في شارع التهمي نقرة، لإعادة تهيئة الشوارع هذية بما أنها تضمن النقل اللي نسميه النقل الخفيف هذية بالدراجات. دونك مش يقع التهيئة، إعادة التهيئة متاع زوز الشوارع هذوما كشوارع نموذجية. بالنسبة للمثال تاع النقل الحضري هذه زادة كذلك مبرمج، وفيه منحة زادة تحصلت عليها بلدية القيروان من خلال البرنامج هذه تاع سميوه برنامج تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي، ثم معناتها برنامج تاع مراجعة للمثال هذه. هذا فيما يخص التخطيط. راه ديما كي نحكيو على التخطيط نحكيو على دراسات والمراحل المستقبليه سي محمد، وعمليا يعني اليوم شنو الحوايج اللي عملناهم مثال اليوم؟ نجي طول الحوايج اللي عملناهم. دونك ما قلنا احنا عملنا اوديت تدقيق للبنائات، وعملنا تدقيق للتنوير العمومي، وتدقيق لوسائل النقل ببلدية القيروان. نبداو بالوحده بالوحده. بالنسبه للبنائات خرج توا زاد طلب عروض لتركيز 4 وحدات إنتاج فوتوفولتايك بقصر البلدية، دائرة المنصورة، دائرة الجبلية، والإدارات الفنية. هذه بحول الله الأشغال تنطلق في أفق شهر بحول الله. خرج طلب العروض. خرج طلب العروض
موجود على موقع وكيل وطني للتحكم في الطاقة، دونك بيحاولوا ليه في أقرب أجيل باش يكون هذوما مركزين، مش فقط وحدات تاع انتاج فوتوفولتايك، باش يقع إعادة تهيئة شبكات الإنارة في البلدية، في البنايات هذوما، في البنايات هذوما، واللي هذوما مش يمكنونا من الاقتصاد بشكل كبير برشا في في الطاقة المستهلكة في البنايات هذه. التنوير العمومي. التنوير العمومي ثم تو 3 مشاريع اللي هما محترمين في اعتقادي، محترمين جدا، وباش يعملوا نقلة نوعية، مش فقط نقلة نوعية، باش تكون بلدية القيروان هي البلدية النموذجية على مستوى الجمهورية في التنوير العمومي. عندنا المشروع الأول اللي هو موجود معناتها مبرمج في ميزانية سنة 2019، واللي طلب العروض زيادة خرج للمرة الثالثة في منذ أسبوع، طلب عروض الثالث منذ أسبوع، واللي يشمل تجديد الشبكة في 6 أحياء وجملة من الشوارع الرئيسية في بلدية القيروان. شنو فيهم هذو؟ فيهم تغيير الإنارة الفوانيس بالليد، شو يولي وليد، كنقولوا ليد راهو يستهلكوا خمس اللي تستهلكوا الاس اتش بي اللي هي موجوده اليوم في البلديه. فيه تجديد نتاع نقولوا احنا اللي كفري وحدات التحكم في الاناره، باش تولي وحدات التحكم هذه ذكيه. اش معناتها ذكيه؟ يعني اليوم ما نستناوش المواطنين اللي يعملوا ريكلاماسيون على الضوء يبدا طافي ولا الضوء يبدا يشعل، دونك تولي تكون عندنا تابلو دبور، وحده قياده تعطينا المعلومات اللي هي متعلقة بالتنوير. يعني أمبا ما شعلتش تخرجنا على تخرجنا وإلا تشعل وما طفيتش كيف كيف أي. تشعل دونك الوضعية متاع الإنارة تولي موجودة على وحدة تحكم. المشروع هذي اللي هذي يعني في اعتقادي هو بشرة كبيرة للناس على الأقل اللي المختصة اللي هي تفهم تعرف تقدر الموضوع هذي. اليوم زاد دخلنا في مشروع استراتيجي مع صندوق الدولي للمناخ، واللي هو مش يكون عندنا تمويل ما قيمته 3.5 مليون دينار. المشروع هذا يخدم في جزء كبير منه على إعادة تهيئة شبكة التنوير ببلدية القيروان، يعني مش نوصله تقريبا 80-90% باش يقع التهيئة متاعه. دونك التنوير الليد باش يشمل كل الأحياء في بلدية القيروان، باش تولي شبكة كلها هي شبكة ذكية، ومش تكون عندنا معناتها بلاتفورم سيك، دونك منظومة معلومات جغرافية على التنوير في بلدية القيروان، وتمكننا من التحكم فيه على البعد بطبيعة بالتقنيات اللي ذكرتها من بعد. ثم تفاصيل فنية الحقيقة ما نحبش نغرق فيها، لكن في خلاصة باش تكون تصرف ذكي في وهذه تعرف باش نعرفه احنا اكبر شارج اليوم في بلدية القيروان هو التنوير العمومي اللي يتكلف علينا تقريبا 2.5 مليون دينار، يعني 2.5 مليار خلصهم البلدية سنويا في التنوير العمومي. في التنوير العمومي هذية معناتها ثم تقديرات اللي باش تهبطونا توا للخمس هذية، واللي هذية علاش احنا نعتبروه نقلة نوعية، لأنه باش يخفف كاهل البلدية بتبيعها في المصاريف. كي نرجعوا لعلامة الجودة الطاقية هذية، شنو الفرص اللي تمنحهم لبلدية القيروان انه احنا بونك باش ننخرطوا في هالمنظومة دي ونتحصلوا على العلامة دي؟ شنو الحاجات اللي ممكن تستنفع بهم القيروان؟ هذا سؤال مهم. انا تو كنت نحكي لكم على شراكات بلدية مع الأمم المتحدة وصندوق الدولي للمناخ، هذية ما كناش نجموا نعملوه ما غير ما ننخرطوا احنا في المسار نتاع علامات الجودة هذه. معناتها الأطراف هذه ما كناش نجموا نقنعوها بالشراكة مع بلدية القيروان اللي باش توفر تمويلات بالحجم هذه، لو كان بلدية القيروان ما انخرطتش في علامة الجودة هذه. كيف ما نقولوا احنا مؤسسة تكون عندها ليزون 9001 اللي تولي هي اكزيجنس، تولي معناتها شرط مطلوب من المتعاملين معاك. فالجهات هذه المانحة تعطي ثقة أكبر في البلديات اللي هي تكون عندها علامات الجودة هذه، وبالتالي باش تحل لنا الباب قدام فرص نتاع تمويل كبيرة.
فماشي إجراءات أخرى اللي ممكن تقوم بها البلدية للحد من انبعاث الغاز. احنا نعرف انه بيت القيروان ضمن المنظومه من عام 2020 انها للحد من انبعاثات الغاز CO2 ذي. ثم شي اجراءات عمليه اللي ممكن تقوم بها بيت القيروان باش نشوفوا انه ثم بخلاف وسائل النقل والاناره، خاطر الاناره الغاز اللي ينبعث مش في القيروان، خارج المدينه، احنا نحكيه على مستوى المدينه. بيه. هو راهو ما تعملت دراسه تحددنا شنية أهم المصادر بتاع CO2 في القروان؟ نعم. أو الغازات الدفيئة بصفة عامة، مشكلة حتى على CO2. الحقيقة مع الدراسة هذه شنو تخرجنا؟ تخرجنا أنه إنارة بتاع المنازل هي الأكثر تلويث في القيروان، جيم بعدها الاستهلاك بتاع المناطق الصناعية، وتجي التنقل مع السيارات، هذوما أهم مصادر نتاع تلوث في القروان. دونك بالنسبه للمنازل، احنا قلنا كبلديه شنية التشجيعات اللي نعملوها للمواطنين، نوفرها للمواطنين باش المواطنين ينخرطوا هما بيدهم في انهم يستعملوا طاقه نظيفه، يستعملوا مصادر جديده نتاع طاقه، هما بيدهم يوليوا يركبوا وحدات نتاع طاقه شمسيه مثلا، فوتوضوئيه فوق المنازل نتاعهم. والحقيقة ثم تعهدات تعملت على مستوى لجنة بتاع الطاقة في بلدية القيروان، ما زلت تترقب في المصادقة بتاع المجلس البلدي، هي التشجيعات متعلقة بالأدائات. نجموش يشجعوا المواطنين أن نعفيهم من الأدائات اللي نسميهم ولو جزئيا، يعني ولو جزئيا من المعاليم متعلقة برخص البناء غيره. دونك عندنا أكثر من مقترح اللي مش يكون يشجع المواطنين باش ينخرطوا في العملية هذه، خاطر راهو ما نجموش معناتها السلطه بفروعها المختلفه معناتها تكون وحدها تحقق النتائج. يلزمنا كمجتمع كامل، يلزم الصناعيين ينخرطوا. وكانت عندنا جلسه مع ممثلين نتاع الصناعيين على بالاساس على منظمه كونكت وليتيكا في القروان، كيفاش نحفزوا الصناعيين باش ينخرطوا ونعطيوهم المعلومات اللي تمكنهم هما بيدهم والحوافز اللي تمكنهم هما بيدهم باش يستفادوا منها اذا هما ينخرطوا في العمليه هذه وكمؤسسات صناعيه ينخرطوا في على مستوى البنايات العموميه، اقصد الادارات اللي تتبنى من غير رخصه بناء طبعا. وبالتالي ثماش مجهود انه تحث هذه البنايات انها تكون صديقه للبيئه من خلال التكييف، من خلال استعمال العزل الحراري. ثماش هذا هو تو احنا تو في بلديه القروان ديما نقولوا احنا الواحد يبدا بروحه، معناتها اللي عنده نصيحه يبداها بروحه. دونك بلديه القروان تو زاد في عندها مشروع في مع كذلك مع الأمم المتحدة وممول من صندوق المناخ، ان نعملوا بنايه نموذجيه اللي هي صديقه للبيئه، وحطينا جمله من المعايير اللي هي تولي مضبوطه في رخص البناء. راه مش ممكن نعطيه رخص بناء لبنايات ممكن تستهلك برشا طاقه، وراه هذه هي المعايير مش تولي معتمده في بلديه القيروان. هذه باش ننجحوا فيه يلزم تم عمل تسبق عملية متاع توعية، خاطر تو المواطنين يقولك والله انت قاعد تثقل عليا وهذه مصاريف جديدة وهذا درا شنو وكذا. قولوا له ليه راهو انت هالمصاريف اللي تعتبرها انت جديدة راك باش تخرج بها رابح على مدى معناتها متوسط، راك باش تربح من الكليماتيزور اللي تتخدم فيه في البناية متاعك، راك باش تربح من خلال الإنارة، من خلال التدفئة، من خلال التبريد، من خلال استغلال المياه الأمطار. احنا نعرفوا عندنا قانون يجبر البنايات العمومية على انها تكون عندها خزانات لاستغلال المياه الأمطار. اليوم ما هوش قاعد يصير هذية. احنا قلنا راه في بلدية القيروان لن نسمح بوجود بنايات عمومية ما تاخذش المعايير هذية على محمل الجد. عمليا دونك عمليا صار مراجعة متاع التقرير متاع المعاينة متاع رخص البناء. دونك اللجنة الفنية لرخص البناء ما هيش باش تقبل في المستقبل بناءات عمومية ما تستجيبش للشروط هذه. معناها بلدية القيروان استعدت حضرت روحها لهذا المشروع،
يعني تتوقعوا الأمور باش تمشي معناها 5-5 كما قلوا في هذا المشروع؟ الحقيقة احنا عنا الفريق الطاقي ببلدية القيروان اللي هو على رأسه سي حمادي عبدالله، بالمناسبة معناتها نجاله تحية ونوجه تحية لكل إطارات الفنية اللي قاعد تخدم على هذي. ما هوش كان في إطارات في بلدية القيروان، عنا شركاء من المجتمع المدني أساسا، جمعية الأبنيك وجمعية القيروان المجتمعية هما شركائنا في المشروع هذايا. عندنا مؤسس ياسين العلين، هي مؤسسة خاصة، هو خبير في مجال الطاقة واللي هو قاعد حقيقة قدم لنا في مساعدة فنية محترمة جدا. كذلك المعهد العالي للدراسة التكنولوجية وهو خرطت معنا في العملية هذايا مبكرا. دونك ثم فريق كامل، والعملية مهيش مشتوفة بالحصول على لابيل، خط لابيل هذي راه ما ناخذوهاش مدى الحياة، هي معناتها تراجعك في المعايير هذي يخليها تتنحى تتسحب منها، دونك يلزمنا نحافظوا عليها ونعزوها. وهي فيها ثلاثة مستويات، فما نقولوا احنا الصنف البرونزي ثم الفضي ثم الذهبي. الحقيقة احنا حسب التقييم اللي عاملينه لرواحنا اليوم واللي نتصور النتيجة مش تكون قريبت له، باش نتحصلوا على الصنف الفضي معناتها لللابيل هذية، لكن نطمحوا انها تكون ذهبي. باش نقول لك راهو ذهبي راهو ماخذينها معناتها بلدية تعد على اصابع اليد الواحدة على مستوى العالم. واضحة راهو ما ثماش بلدية، كي نقولوا راهو عدد البلديات اللي في العالم توا معناتها مستجيبين للشروط هذوما راهي بلدية معدودة. خلينا نبدأ بالفضي سي محمد الحبيب وبعد إن شاء الله نوصل للذهب. دونك المرحلة القادمة قلت لنا نهار 11 ماي شنو ينتظر هذا المشروع؟ النهار 11 ماي مش يصير تدقيق طاقي لبلدية القيروان متبيعة من الخبراء متاع اللي يرجعوا للعلامة الجودة هذه الأكت اللي هما من سويسرا، وخبراء من وكالة التحكم في الطاقة باش يجيو يعملوا تدقيق لبلدية القيروان على ضوءها هي. بحول الله احنا نعتبر النتيجة باش تكون إيجابية، بتوفيق بلدية القيروان باش تحصل على علامة الجودة إن شاء الله يا ربي، وبتوفيق لكم. شكرا لك سي محمد الحبيب المستيري، عضو المجلس البلدي والمكلف بمتابعة مشروع تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي. شكرا على مدنا بكل هذه التفاصيل. بعد شوية نحكيه على آخر المستجدات السياسية، التسريبات والجمهورية الثالثة واللجنة المكلفة بتركيز هذه الجمهورية بعد شوية في الانترفيو دي جوغا. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي، باش نعلقوا على آخر المستجدات على الساحة السياسية في تونس. طبعا الموضوع الساعة نحكي على التسريبات، يعني التسريبات المنسوبة إلى السيدة نادي عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد في السابق. هذي الموضوع اليوم اللي نتابعوا فيه ونتابعوا فيه مختلف ردود الأفعال يعني حول هذه التسريبات. معنا في التليفون الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد بعود. سي محمد بعود عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. أهلا وسهلا، تحية لك ولكل متابعيك الكرام، وحتى ولو متأخرة شوية عيدكم مبارك. يعيشك وانت باللمسة سي محمد، بارك الله فيك. معايا في البلاتو سي حمادي البقلوتي ناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. وباش نبداو سي محمد بموضوع الساعة اللي هو التسريبات المنسوبة دي والجدل الواقع خاصة في محتوى هذه التسريبات، وخاصة حاجة أخرى يعني كيفية اختيار أو الكاستينج السياسي حسب ما يطلق عليها. الكاستينج السياسي اختيار الناس اللي تتقلد مناصب كبيرة في الدولة باش من بعد يخرجوا ويبوحوا بكل ما فيهم، حتى ولو كان هذا تسريب راو ما هوش تصريح، نذكره اللي هو تسريب في انتظار التحقيقات والنيابة العمومية شنو تقول فيه. في البداية سي محمد شنو تعليقاتك عليه وكيفاش تبعت يعني هذه التسريبات؟ والله الواحد في المحصلة ما لا يمتلك إلا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان ناس يعني مسؤولين كما قلت كانوا في أعلى مستوى السلطة وتكتشف أنهم يعني بالدرجة هذه متاع اللا أخلاق سياسي يعني تفاجأ بالحق. وإذا كان خلال العشرية الفارطة كنا نحكو على أحزاب تجيب بالموت وتجيب الناس هذم لأنهم تاحة، والناس هذم لأنهم يتمشوا مع سياستها، والناس هذم لأنهم ينفذوا أجنداتها. لكن عندما يتعلق الأمر برئيس الجمهورية للأسف الشديد هذا خطأ في الكاستينج وخطأ لا يتفر
لأنه ما معكش حتى شريك. أنت مثلا ماشي مثلا راشد الغنوشي في مجلس النواب يجبروا مثلا المشيشي على اختيار ضغوط وزير ما كانش ما صوت لكش على الحكومة. لا، هذا الرئيس وحده واختار بكل ثقة في النفس وتعالت كثير من الأصوات يقولوا له شكون السيدة هذه، فقال أنه لا مجال ان نبدلها، لا مجال ان نبدلها ولا نغيرها، واللي تكلموا عليها قال يتآمروا على الدولة. وانا باش نذكرك ونذكر السادة المستمعين بالحادثة اللي صارت وقت اللي قالت جاني جواب فيه رسالة التسميم، رسالة التسميم. ومع ذلك يعني يجيوا كل الجمهورية وتفتح بحث الهيئات الأمنية وكل شيء، وفي نهار في 24 ساعة يقولوا له يا سيد الرئيس ما فما حتى شيء، وجواب ما في حتى شيء، وما هو جاي لها أصلا ولا حتى ولا فرقعة وسياسية ومشبهية. ومع ذلك ما يحسبهاش ويتمسك بها وليشوفوا في النتيجة. بس في الشديد يعني في نهاية الأمر هي نتيجة الخيارات الخاطئة لرئيس الدولة. يعني هي كانت سي محمد تلقب بحكيمة قرطاج، تلقب يعني باليد اليمنى ولا ذراع اليمنى لرئيس الجمهورية قيس سعيد. سيدة نادية عكاشة حضرت في المجالس الوزارية، في مجالس الأمن القومي، رافقت رئيس الجمهورية في زياراته الخارجية، أيضا في الزيارات ساعات إلى شارع الحبيب بورقيبة وإلا أي زيارات، حضرت مع الوفود الأجنبية اللي جات إلى تونس وقابلت الرئيس خاصة بعد 25 جويلية وحتى قبل زادة. أنا كانت يعني تحضر المجالس اللي لا يمكن أن يحضرها حد منها. مجالس الأمن القومي، كانت تقعد مع الجنرالات قادة الجيوش، كانت تقعد مع سفراء الدول الأجانب اللي جوا، السفراء بمفهوم أكثر أهمية منها في العالم. ومن بعد كشي نجو نقوى الحديث إذا فعلا يعني كلامها هي، يعني لحد الآن لا أحد يستطيع أن يجزم إن كانت هي وإن كانت أغلب التوجه العام. يعني حسب المتابعين يقول لك صوتها سي محمد صحيح العام يقول صوتها، وبالتالي نشوفه يعني شو انت يا سيادة رئيس الجمهورية، على شكون كنت معول ان يقابل سفراء الاجانب ويهتم بمصلحة تونس ويفاوض مع السفير الامريكي على حقوق الانسان، ويفاوض مع سفراء الاتحاد الاوروبي على المساعدات، ويفاوض مع البنك الدولي على القروض. الأخير تكتشف يعني قديش كنا معناها في دولة هواة، دولة محترفة، دولة فيها أكبر المسؤولين لفوق أبسط أبجديات العمل السياسي وهو واجب التحفظ. ومعناها تحكي في حكايات يعني ما عندها حتى معنى، معناها حتى بلغتنا نحن لم تعد ما عادش حتى كي يحكوهم ناس عادية لقوا عليه. سي محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. أنا ثم زوج نقاط حب نحكي فيه معاك. النقطة الأولى كيف نشوف نادي عكاشة أش كانت تعمل قبل ما تولي في ديوان رئيس الجمهورية، وكيف نشوف على مستوى شخصيتها هي كامرأة ومتكتمة وقليلة الكلام وغيره. فأنا رأيي أنا طبعا يخصني أنه هذا التسريب لا أساس له من الصحة، واللغة المستعملة والسب والثلب لا تصدر عن امرأة يعني محترمة. هذا يعني هذا رأيي. أتمنى ذلك. هذا له رأي سي محمد. حتى أنا قلت للصديقة قلت لها إذا سمعتنا فعلا كلام هي. أي لأنه طبيعة نوعية اللغة، شوفت تقرأ النص ذاك ما يصدرش يعني على شخص متزن، باش نبدأ واضحين. حتى وإن كان عندك خلافة معاه، إن كنت مختلفة مع وزير ولا سي محمد، لو افترضنا أنك اختلفت مع شخص لا أظنك توجه له كلام حتى في تركيبته وصياغته بالشكل ذاك. ثم الطرق أخرى ربما كانت نجم تعبر عليه. خلنا نتفاعل معك سي حمادي، هو معنا سي محمد بوعود زيدة للإشارة في أنه هذا التسريب يبدو أنه هي رهن فات الساعة وقالت تمت فبركته، والموضوع ذي طبعا نيابة العمومية تكفلت بيه، ما احنا قاعدين نحلو في الموضوع. يبدو أنه فما شخص مقرب الى يعني ايش معناها مقرب، يعني تلقى راحتها معه باش تحكي على تفاصيل وكواليس في قصر قرطاج ولا حتى على عائلة الرئيس، ماخذ راحتها وحديث عادي، ما هيش تصريحات صحفية مثلا هي ولا حاجة باش تحسب كلامها. يبدو انه تنجم تكون النقطة هذه مثلا انت حمادية. لا والعفو معناها حتى ولو انها مش تصريحات صحفية،
أنت كنت مسؤول في أعلى دائرة القرار، أنت كنت مدير ديوان رئيس الجمهورية، أنت كنت تحضر مع الجنرالات وقادة الجيوش ومع سفراء الدول الأجنبية، وأنت كنت تبلغ تعليمات رئيس الحكومة كاملة ولأجهزة الدولة، وتجي حتى في حديثك العادي حتى مع أبوك ولا أمك ولا زوجك حتى مع نفسك سيدي الكريم، حتى مع نفسك ما تقولوش، أنت بينك وبين روحك ثم كلام ما تنجمش تحكي معي فيه. سيدي نذكرك بحاجة. نعم. الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة كان معناها أصغر شباب تولى في حكومة الثورة الجزائرية 68، تولى وزارة الشباب وعمره 25 سنة. بعد بعامين شد وزير خارجية، إلى حدود عام 70 كان هو وزير خارجية، ووقعت نوع من التصفية لإبث الهواء المدين، فوقع إبعاده بطريقة معناها فنوع من الانقلاب، قالوا غاب فورا، غاب الجزائر ومشي يخدم على روحه ما بين فرنسا والسعودية، عامل تقدير تحديد يخالط في الناس من جميع الأصناف والأطياف، لم يقل كلمة في حق الجزائر، إلى أن ده الواجب وقت اللي بدأت عشرية الدم السوداء، فكان حاضر ورجع على الجزائر وأنقذ البلاد وعمل قانون الوئام المدني وخلى المسلحين يسلموا سلاحهم، ونعرف شنو اللي صار من بعد. الرجل معناها من عام 70 لعام 90 20 عام لم ينطق كلمة واحدة في حق بلاده، ونحن الواحد خرج عنده 10 أيام، فبدلنا كل يوم تسريب، توصلنا تقريبا التسريب التاسع أو العاشر. ليه أكثر أي 13 ولا 12 يعني الإسهال متاع التصريحات يعني حتى كان عندك صديقة عزيزة كل اللي تحكي معها وقبلك رو من نهار لولة تسرب تنجم تحبس معها تش تحكي معها. هذايا سي محمد يوحينا إلى أنه فما خطأ مثلا في العشر سنوات الأخيرة ولا 12 عام الأخرانين بعد الثورة في يعني في تسليم الدولة بين ظفرين إلى هوات، مثلا شفنا قبل سقوط نظام بن علي ولكن ما شفناش مثلا تسريبات ولا تصريحات على كواليس، قعدنا نجري وشنو اللي صار في 14 جانفي، شنو اللي خلى رئيس الجمهورية يعني يغادر، شكون اللي دفع وإلا ما ولا شنو التفاصيل بالضبط، وما تحصلناش على المعطيات وكانت شهر. أنا أكد لك حاجة، مثلا الأستاذ الكريم مع احترامي الأسماء أو كثير من الأسماء يعرف أكثر مني ومنك اللي عرفت نمام الدولة التونسية، مثل مرحوم الهادي شاكر، مثل محمد الصياح، مرحوم محمد الصياح وهادي الوقت، وغير حتى أحمد المستيري وقت اللي وقع إبعاده هو أحمد المستيري كان شاهد المزارة وكله كان شاهد الحكومة وكان شاهد التعاضل، وفجأة في ليلة النهار يخرج من الحبس وخرج البرة، وحتى عندما كتب كتاب وخلوه متوشتروه كان بعد ما نموت هذه يعني شوف وتوصل تفكر حتى بعد الثورة لما يعني التقوا به مجموعة من الصحفيين كان كلامه متزن برسا وما لا في الثلب ولا في اغتنام الفرصة يعني بالضبط بالضبط ما اغتنمش الفرصة وما خرجش أشياء على خصومه اللي حطوه في الحبس ودمروا له حياته معناها وما عجبت نحن قلت كما قلت كان في شهر بركة من اللي عزلها من شهادة كبيرة بتاع التسريبات أتمنى ومرة أخرى أتمنى وألف مرة أنه يكونوا غالطين وماهاش هي ولكن نرجع شوية على التدوينات اللي هما هابطين بصفة رسمية يعني في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهوك فيريفي زيد الكونت ونص آخر تدوينة هذيك اللي شفتها هي اللي تقول فيها شرف لا شرف ولا دين ولا وطنية له هذيك هي دونك حتى تدوينة الاستقالة سي محمد بوعود أشارت فيها إلى أنه فما أطراف في قصر قرطاج قد لا تسعى إلى خدمة المصلحة الفضلة للبلاد، نتفكر هذه التصريحة جيدا فبالتالي يمكن زيدا يبدو أنها تقصد سيد وزير الداخلية من ناحية وعائلته وأكثر من عائلة الرئيس والبعض إذا تم الزوجة وأخذ زوجته وهذا للأسف يعني رغم لأنه أنا وقت اللي يكون معناها في قصر حكومة نفس أنا فلان ولا فما وزير ما تقنيش ولا فما سيقات هذا ما ندخلوش في المصلحة العليا للوطن على موقف تعاركنا كلها في نهاية الأمر كل واحد ملزم أمام رئيس الجمهورية أن العشير يقدم تقرير ويخدم خدمته ما هوش بالضرورة أن ندخلوا أنا اختلفت أن وزير الداخلية نقول فما ناس ندخلوا في مصلحة الوطن الله أعلم قاعد يخدم في مصلحة الوطن وإلى حد الآن إلى حد اللي يشوفوا فيه ذا كل واحد يخدم كان في مصلحته
يعني اللي نجموا نفهموه من تلك التصريحات نتاع نص الاستقاله والا التدوينات اللي خرجت من بعد انه فما ردود فعل انفعاليه، هذا اللي خلي يعني نتبعوا بالقد التحقيق في هذه التسريبات زعما تعود الى السيده ناديه عكيشه والا لا. نرجع معك على التحقيق سي محمد، تفضل سي محمد. عندك هي اذا كان الهيئه اللي تعملت حتى لك الجواب المسموم شراش وعملت وبالتالي اللي فتح تحقيق عاده ما يؤدي حتى لشيء. هذا اللي باش نسالك عليه انا سي محمد، نقول لك شنو نرجو من فتح هذا التحقيق واحنا حلينا تحقيقات لا تحصى ولا تعد وما نعرفوش على النتائج نتاعها ساعة. اي شخص كان قدامك لهنا ومتهم وتوجه له دائره اتهامات عديده التهم وحتى ناس بالارهاب وغيرها وفتح تحقيق وما تفتحش تحقيق ولا تفتحه ما ندرش عليه. ثم واحد غير يبدو انه في حياه اخرى وبلاد اخر تسريب في الفيسبوك باش تحدد شكون اللي سبب مع اللي سبب مهزوم في الوزاره وفي الاجراء ما زال ما ثبتش عليه ويقول انا مش انا ونفس تقول لك التسجيل يعني بالطريقه التقليديه نتاع وضع ميكروفون في الغرفه والناس تقول لا ما عرفش حتى فتح تحقيق ماذا سيفيد الان اذا كان رئاسه الجمهوريه تعتبر هذه اساءه لها او تجاوز لها او الاشخاص اللي ذكرتهم ذكروا يعني في اخر التسريبات تاع البارح ذكرت عديد من الاشخاص ذكرت السيد نوفل صعيد ذكرت السيده شبيل وشقيقتها ذكرت السيد محمد الجماني اللي كان موجود في المجلس ومستشار حرس النهضه لا متكلم رسمي ناطق رسمي باسم النهضه يعني في فمنها اذا كان منهم يحس روحه انه متذكر يقدم شكايه رسميه اليوم قدمت شكايه رسميه للدائره الفلانيه والا الى الفرقه الفلانيه ولا الجهاز الفلاني اما هذيك كاذنه بفتح تحقيق أما المرة هذه سي محمد تم تحييد التسريبات هذه للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، يعني هل يرتقي هالتسريبات هذه هل ترتقي إلى أنه مثلا يتم تحييدها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب؟ والله أحيانا واحد صعب فما أشياء كما كنا نحكي ولا ديالش فما أشياء ما نعرفش ما تديالش لكن حتى ولو حيلة الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب ماذا يعني؟ نبين بحيل وقت اللي هزوه المنزل الجنيش قالوا البحث نتاع أحلال الفرقة لمكافحة الإرهاب وعنده قضايا وعنده اتصالات وعنده تليفون قالوا راهو عنده يأتي في رخص نتاع تاكسيات في ولاية بن عروس وراه عنده تجاوزات وما فجأة الراجل كمل المدة نتاعها ولا بحث ولا فما تحقيق ولا فما حتى شيء من شيء ولا فما ولا حتى استدعاء لحضور أمام المحكمة وبالتالي المسألة هذه ما دامت في فقط شفناش حاجة بعينينا ولا بصراحة كلها تتحط في محط كيش يقولوا نقاط استفهام لا أكثر ولا أكثر. حسب قراءتك سي محمد بوعود تنجم هناك مثلا جهات أجنبية ولا جهات مخابراتية تنجم تقف وراء هذه العمليات وهذه التسريبات وإلا أنا طبعا شيء ربما تكون جهات أجنبية كي يعرفوا صناعة جيدا انه الاجهزه يعني ترتع في البلاد من 2011 تو بدون حسيب ولا حسيب. واذا راي تصريح نور الدين الطبوبي معناه قال المخابرات ترتع في البلاد. أي. أي. لكن خلينا نكونوا صريحين. اولا انه جهات مدية له مصلحة في معرفة مثل هذه السخافات أنت تتحدث فيها ربما اللي جمع المعلومات لا أكثر ولا أقل. حاجة مسألة أنه لا أعتقد أنه أجهزة فرنسيس ولا مصاب ولا أمريكان ولا أي حاجة لا أعتقد أنهم من الغباء أنهم مازالوا يسجلوا بميكروفون في الشامبو تسمع به كان كلام السيد اللي موجود في الشامبو حتى يكح تسمع أما الناس تقعد تتصل وش شكون وعم تتصل وشنو هذه ما هذه من الطرق البدائية اللي من الأغذية حاجة أكثر أنه عمله وليس عمل محترفين وأجهزة الدول الأخرى ناس محترفة ويعرفوا شنو ياخذوا ويعرفوا شنو يعملوا واعتقد انه لديهم من الامكانيات والمعلومات التي تغنيهم عن انتظار السيده ناديه عكاشه لين توصل غادي عندهم باش يحطوا يد معاها شنو قالت لاصحابها اللي خلتهم من هنا لا انه صعبه جدا.
سي محمد، ننتقل إلى الجزء الثاني من هذا الحوار، نحكي على الجمهورية الجديدة اللي رئيس الجمهورية يعني يتحدث في آخر لقاء ليه على اللجنة المكلفة بتأسيس جمهورية جديدة. نحب نسألك سؤال، ساعة من حيث الشكل في آخر اجتماع أو في آخر تصريح لرئيس الجمهورية كان فقط مع العميد صادق بالعيد واختفوا أساتذة بقية اللجنة، فولا اللي هو الأستاذ أمين محفوظ والأستاذ محمد صالح بن عيسى. حتى قبلهم زاد كان الابتعاد نتاع الأستاذ الزكراوي، كان من المقربين منه جدا. أنا لاحظت كيفك ولاحظت كما لاحظ الناس كل هيك المتابعين إنه اللجنة عمالة تتقلص، معناها اللي تعيد وين البارح واحد برك. يقولوا ما زين معاه الأساتذة اثنين الأساتذة المحترمين الآخرين ما زالوا موجودين معاه، وإنهم قطعوا خطوات في الإعداد، وإنه صار حتى بعد الخلافات حول عدد أعضاء مجلس النواب، حول عدد الدوائر البلدية وعناية البلدية اللي تمثل وعناية اللي مش تمثل، حول الدماج نتاع الدستور تتمثل ولا تبقى، حول بعض الفصول اللي انجبوها كما هي من دستور 56 وإلا خلاها في الدستور 2014. يعني تبحث عديد مسائل، ويبدو أن اللجنة اشتغلت، وكان المفترض أن الرئيس يعلن ليلة العيد على أنها أنتجت شيئا معين، ولا دستور جديد ولا رجل ولا مش عارف، لكن فهم بعض الخلافات في مواضيع ماهيش معقدة وماشية في طريق الحل. هذا سمعته من مصدر تقريبا موثوق. غير هذا اللي يظهر على الساحة انه فعلا اللجنة تخلفت، وانه فما بعض الغضب، حتى البارح كانت تبعته في بعض القنوات التلفزيونية في قناته وفي زوج اذاعات جابوا الاستاذ الذكراوي، وكان يبدو انه مترشش برشا على عديد الملفات اللي ما شفاها رئيس الدولة مع مقترحاتهم. وبعد كما قلت موعد هو وقعدوا ثلاثة أساتذة يبدو أنهم ما زالوا موجودين في اللجنة، هذا حد علمي، وأنا لكن المعلومة من عندي ماهاش مؤكدة، قد يكونوا خرجوا معاش. بالنسبة للأستاذ أمين محفوظ، هو عنده فترة طويلة نسبيا وقت اللي خرج وقال لازم رئيس الجمهورية يقلص من الفترة الاستثنائية ويقدم شوية في المواعيد الانتخابية، ومن ذلك التصريح ما عاودناش شفناه بالنسبة للأستاذ محفوظ. أكثر ذاك التصريح طبعا عنده أكثر من ثلاثة أسابيع، معناها من منتصف رمضان إلى حد الآن وهو ما ظهرش في الساحة، وكما قلت أنت يعطيك صحة، هذاك آخر تصريح واضح ليه هو. سي محمد، ترش أنه حضور الوزير السابق يعني والخبير سي صادق شعبان أو العميد صادق بالعيد، الهدف منه هو تقريب وجهة نظر، لأنه من خلال الخلاف ثم شوية خلافات على نقاط معينة، قد يكون حتى باعتبار مكانته العلمية وباعتبار سنه قد يكون يقرب وجهة النظر، أي نجم يكون لقاء احنا ماش حاضرين، وطبعا ما خرجش حاجة واضحة، أما من خلال كيف نتابعوا ايش وقع، ثم لجنة ثم نقاط خلافية، فأكيد مش يكون ثم حد مش ينقل هذه النقاط ويسعى إلى تقريب وجهات النظر. من الجانب الثاني، تراش أنه الوقت يجري، ولابد أنه لأنه الرئيس قال قريبا جدا، كلمة قريبا جدا بون هي ما تتقاسش، هي بالتأكيد ما يمكن الجزم بقيادة جمهورية في أسبوع، نعم هذا جديدة في أسبوع، أما الوقت قاعد يجري لأن الرئيس أطال فترة الانتظار 25 جويلية إلى الآن، هي الفترة اللي قبل رمضان كل كانت ربما مضي على الوقت، لكن بعد ما قال أنه في مشروع وفي التنقيع وفي لجنة كان الوقت هذا الوقت معقول، ماهوش سريع، ماهوش متسرع. بقينا فما حاجة يمكن تلاحظها، وجود السيد عميد محامي السيد بدربلة وزيارة متكرر رئيس الجمهورية، يبدو أنه كما قلت أنت ربما يحاول يقرب وجهات النظر، ربما يحاول يجمع الخلافات بين الرئيس وبين سي محمد. نجم يكون الأستاذ بودربيلة بديل لاتحاد الشغل مثلا في لعب هذا الدور، دور الوسيط وتقريب وجهة النظر، هو الخلاف مع اتحاد الشغل. أنا نقول لك يعني أنه خلاف من جانب واحد، وكأن الرئيس ما يحبش حد شغل عديد المحافظ، وما يحبش يعطيه الدور اللي لعبه في 2013
وفي وتعرف الموقف كيفاش قال لم يكن حوارا ولم يكن وطنيا. ومن بعد تراجع شويه على التصريحات رئيس الجمهوريه. لا تراجع لانه ولأنه شكون مسؤول انت اذا كان فرض عليك حوار وطني اذا كان اتحاد الشغل انت مستبعد وما تعيطليش وما تحاورش معاه ما شكون باش تحاور. وحتى في المده الاخيره اضطر للتصريح بذلك قال وستكون منظمات الوطنيه الاربع حاجات. نعم. ما يطلع اتحاد المحامين والاعراف. اما مثلت تقريب وجهات النظر والوسط ولا المصطلح عادة يقوم بها الشخص هو اللي يكون قريب بطبعه للرئيس. يبدو أن الأمين العام لاتحاد الشغل يتفق مع الرئيس صحيح في عديد المواضيع، يختلف معه في مواضيع، لكن من الشخصيات القريبة جدا أو اللي تكون تعمل الأدوار. والأستاذ بودربيلة من الأطراف الداعمة دون شروط لرئيس الجمهورية. سؤال آخر وربما ضيفك يتفق معايا فيها، لأنه دعم بودربيلة لرئيس الجمهورية دعم كشخص كأستاذ بودربيلة كمحامين، لأنه محامين هذا ما همش تقريبا 8000 محامي، وشفنا شق منهم اللي هي المحامين الشبان في المطار نتاع 25 جويلية ويسموه بالواقع انقلاب، ويقولوا الناس يزدوا المحامين بما فيها الفروع فرع تونس وفرع سويسرا وفرع غيرها. هل هي معها نفس التمشي نتاع الاستاذ بودربيلة ام انه من طرف الصداقه الشخصيه بينه وبين الرئيس؟ هذا زاد يصير سؤال، لانه انت عندما تتكلم على بودربيلة تتكلم على عماده المحامين مش كشخص فقط. صحيح. شخص فقط رغم المكانات العلميه نحبوها ونحترموها، لكن الاستاذ بودربيلة هو عميد المحامين. به البارح زاد رئيس الجمهوريه قيس سعيد قال وانه المشاركه في هذه اللجنه ستكون مفتوحه لكل من ساند مسار التصحيح يوم 25 جويلية. هذا قراءة تكسي محمد بعود الكاتب والمحلل السياسي، يعني يظهر لي هوني رئيس الجمهورية حاول يوسع دائرة المشاركين في هذه اللجنة اللي مساندين نهار 25 جويلية، حتى لو كان تراجعوا على موقفهم يعني هم معنيين يقصد بتركيبة اللجنة وأعمالها. لا هم يعني اذا كنت حاب يكون معك صريح اللجنة تقريبا كملت اعمالها، يعني ماذا سيضيفون؟ هم كلام جزء هيئات قال كونوا داخل اللجنه هذه، منهم هيئه معني حوار والهيئه الاخرى ما سماهاش باش معني بالاصلاحات السياسيه هذيك راني تخدمها راح هذيك لا تقدر كنا نحكوا عليها، اما الهيئه المعنيه بالحوار الحوار هذا انا اعتقد ما نعرفش ضيفك الكريم يشاركني الاعتقاد ولا لا، انه بالنسبه لرئيس الجمهوريه اللي سمي فيهم سبب الوطن ولا تورطوا في الفساد ولا بعد في الاخر ولا حتى يعني ليله العيد اذا شفتوا الخطاب تطور وسماهم جيوش، وبالتالي اعتقد انه نحيهم من حسابهم اصلا وماهوش ناس انه يتفاوض معاهم ولا يقعد معاهم ولا يحطهم في لجان ولا يتناقش معاهم اصلا. واعتقد يعني بفهم البسيط ان الرئيس يتصور الحوار تكون موجوده فيه المنظمات الوطنيه الاربعه تشرف عليه وتهيئ باعتبار خبرتها وحضورها الميداني القوي، ويكون فيه المجموعات الشبابيه والمناصره لرئيس الدوله والاحزاب اللي اعلنت مناصرتها للرئيس فور 25 جويلية، ويكون على تلك الشاكلة. أما أنه يستدعوا القوى في البلاد اللي كانت لها مكانة ولا كان لها وزن ونقعد المسؤوليك وأسمع هذا وشوف رأي هذا وشوف اقتراحات، فأعتقد أنه ليس هذا الوضع الذي يدعو له رئيس الدولة. هو انتهى راول التفكير هذايا يعني بشكل هذايا منتهي من مصر عليه لا لا بالنسبة لرئيس الجمهورية الموضوع هذايا منتهي وقال حسن نعم وطريقة الحوار اللي وقعت عام 2013 ماهيش مش تكون بنفس الطريقة والظهور الإعلامي وكل الجانب هذاك الكل وهذاك علاش من الجفاف من اتحاد الشغل من اتحاد الشغل مازال يؤمن بالطريقة هذيك الكلاسيكية اي هذا هو وهو مش ذلك الأساسي محمد مش هذاك الأساس يعني في حوار هكا باش نخرجوا من أزمة سياسية ونقعدوا حتى كان مختلفين نقعدوا مثالش مع بعضنا المفروض يبدأ هو الحوار هو لتقريب وجهات النظر والاتفاق على الحد الأدنى المشترك، لكن إذا كان
تكون من جانب واحد وإلا من طرف واحد فتكون حتى نتائج معروفة معنا. إذا كان مثلا كما كان شركات صدر الآراء إذا كان أنا ديريكت باش نهز التليفون الناس أنا أقول لك أش رأيك في محمد بوعود باهي تقول لي باهي أنا نتائج فإذا كان حوار زاد نقرر له نحن شكون الأطراف اللي تشرف عليه شكون الأطراف اللي تشارك فيه وش نناقش وبناء على الاستشارة زاد نتائج الاستشارة وبناء شغل صحيح إنه لا ما نتعداش جمهورية إنه الحوار عنده قواعد ومعروفة شن هي وما نتائج الاستشارة في حاجات أخرى معناها تتوقع سي محمد اتحاد الشغل باش يلعب دور يعني دور أقوى باش يعارض مثلا تمشي رئيس الجمهورية وإلا لا؟ إلى حد الآن اتحاد الشغل متمسك بأنه بحاجتين معاه الحوار بدون استشارة الشبابية اللي كان أو الوطنية أو الإلكترونية الاستشارة الإلكترونية الإلكترونية ومتمسك بالحاجة الثانية أنه لا مجال للعودة إلى مقام 25 جويلية وبالتالي نجم يلقى خطوط التقاء على رئيس الجمهورية أكثر من خطوط الفرقة معناها ولا بالنسبة لأعمال اللجنة هذه المكلفة معناها بتأسيس جمهورية جديدة قال رئيس الجمهورية وأنه الأعمال متاحة ستكون استشارية فقط يعني راهي حتى اللجان اللي باش يتعاملوا واللي باش يشاركوا في هذه اللجنة راهي استشارية لا أكثر ولا أقل راهي يعني هذا ما هيش باش تقرر ولا باش تفرض يعني النتائج متاحة ولا حاجة يعني هذه باش خليها صورية وهنا السؤال إذا كانت هذه اللجان كل أعمالها وكل القائمين عليها استشارية فقط من الذي حاليا بالدستور وفي الوضع الحالي لأن حتى واحد قرر كرئيس الجمهورية إذا هما كل ما مشيوا سدولة من أعمال وتنقيحات وفصول وأبوه كذا مشي مدوهم رئيس الجمهورية وهو اللي قرر يعني نحن نقول نقوله لجنة استشارية ستعرض أعمالها على الحكومة ولا ستعرض أعمالها على البرلمان ولا ستعرض أعمالها على رئيس الجمهورية حتى رئيس الجمهورية سي محمد طبيعة عمل اللجان دائما هو جانب استشاري أنهم هي تحضر في نهاية أمر تقرير حول المهمة اللي كل فتبة هو دائما هذا هو الدور بتاعه بقي في هذه المرحلة بالذات ربما يختلف شوية الوضع هي مش تقدم مقترحات قابلة للتنفيذ وقد يقع النقاش فيها ثم في الأخير هي اللي مش تخرج تحور قليلا أو كثيرا هذا كموضوع آخر صح وحتى يعني في نهاية الأمر قلت لك بحكم الامر الواقع بحكم الدستور رئيس الدوله هو الوحيد اللي عنده حق في يعني انه يمضي اي يعني حكيت انها استشاريه فهو امر طبيعي طبيعي ما تمشي ما غير ما نحطوا عليها برشا كلام وجدل علاش هذه اللجنه استشاريه لا يعني جات باش تكون رسميه كلهم يعني قدام الناس كله يعملوا القسم ويعملوا ويخدموا خدمتهم وتكون رسمية رسمية أنا غير قابل للنقاش لكن الاستشارية يعني أكيد ستدفع له هو والأعتقد أن الاستفتاء مش باش يمشي في الفصل كذا لا هل أنت مع تنقيح الدستور هل أنت مع تغيير الدستور هل أنت مع دستور جديد ربما باش يكون في شكل سؤال هو سي محمد بعود الكاتب والمحلل السياسي الوقت ضاغط على خاطر من هون 25 جويلية هو آخر أجل لصدور الأمر الرئيسي اللي يدعو الناخبين معناها للمشاركة في الاستفتاء واللي لازمه زاد يكون 25 قلت أنا 25 نقصد ويكون مرفوق زاد بنص الاستفتاء اللي باش يكون واضح نعم أو لا وإحنا إلى حد الآن ما نعرفوش هل لجنة وهل لجان الفرعيتين مثلا اللي باش ينبثقوا منهم من شكون يتكونوا ولا شكون باش يشارك فيهم فما هو لا حكاية طبيعة الحكم طبيعة النظام منذ 25 جويلية إلى الآن كثير صمت كثير من الأمور في هذا الأمر نعد لكم دائما يا أما فماشي معناها معلومات من مصادر محدد في قراءة خطابات الرئيس تفهمش منها حاجة أما المصادر الرسمية ما فهم حتى شيء الشعب التونسي ما يستحقش انه يعرف وين ماشي يعني مسبقا سي محمد رئاسة الجمهورية تعمل نقطة اعلامية كل اسبوع ان يكون فما ملحق اعلامي
بالقطر جاهز ليلا نهارا للإجابة على الصحفيين واستفساراتهم. يستحق أن رئيس الدولة يعمل حوارات مع المؤسسات الإعلامية حتى العمومية إذا كان أراد ربي أنه يحاور صحفيين تونسيين أنه يجلس أنه يتحدث. لكن هذا الغموض بالطبيعة يعني أعتقد وكأنه نحن ماشيين في اتجاه إذا عندك خصوم أنت وناس تكرههم وناس وقع تحييدهم 25 جويلة وأنت أمرهم هذا المستقبل الكل على أساس يكون للناس هذا ما يلزمش يعرفوا حتى شيء ما يلزمش يسمعوا حتى شيء لكن من حق 12 مليون المفروض أنهم يسمعوا يعرفوا بلا شيء. من حقهم يعرفوا اللجنة هذه وقتاش باش تصير وقتاش باش تكتب وشنو باش تكتب وعلى شنو الاستفتاء وعلاش باش تستفتي الناس. ما نقعدوش نستناو في كل مرة في كل ظهور لرئيس الجمهورية فماشي حويجة معناها نسمعوها ولا فماشي هكا تصريح جديد ولا كلمة جديدة على لجنة ولا معلومة جديدة. وانتي أشرت سي محمد بعود الكاتب والمحلل السياسي إلى ضرورة إجراء حوارات صحفية حتى ولو كانت في وسائل إعلام عمومية يعني في تونس. وإحنا 3 مي حكينا على حرية الصحافة اللي تراجع تونس ب 21 نقطة كاملة في تقرير مراسلون بلا حدود واللي شفنا السياسة الاتصالية لرئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 2019 تقريبا دون ظهور إعلامي دون حوارات صحفية باستثناء ذيك اللي رجع لها بعد 100 يوم اللي تعهد بها في المناظرة. يعني التوجه الإعلامي فيه إقصاء للإعلاميين وفيه إقصاء للناس. فيه إقصاء متعمد فيه نوع من حتى لذة الخطاب للمتعلم العيد كان يحكي على لوبيات الفساد والإعلاميين اللي الأجراء عندهم ولا حاجة بالطريقة هذه يعني ما كان تم ما هوش يبدو أنه على جيدة أو عنده نفور كبير من الإعلاميين وما يحبش يحكي معهم وما يحبش يحاورهم ما عرفش. هل هذا خطأ في الإعلاميين حسب متابعك سي محمد؟ لا ما فماش خطأ في الإعلاميين ونحن قطاع ما هوش كبير برشا يعني في نهاية الأمر في تونس ما منجوزوش عدد 2000 صحافي في مصر فما 85,000 صحافي وتقريبا فما 250 مؤسسة تشتغل ومع ذلك تقابل مع الرئيس وتحكي معه وتحكي مع الوزراء ومع الحكومة. نحن هنا ما نعرفش شنو السبب والسبب أنا أقول لك من رئيس الجمهورية هو خيار من رئيس الجمهورية خيار هو خيار ما عنده حتى معه. واضح. نشكرك برشا الكاتب والمحلل السياسي سيد محمد بعود شكرا جزيلا لك على مدنا بكل هذه التفاصيل وقبول الدعوة. نرجع معك سي حمادي البقلوطي خلاصة شنخرج بها بعد هذا الحوار بخصوص التسريبات سي حمادي. في خصوص التسريبات هو سلاح يعني يقع استعماله من طرف الخصوم السياسيين من أجل إرباك مسيرة سياسية أو ولكن تم اختيارها من رئيس الجمهورية على رأس فريقه في قصر قرطاج. أنا بكري في تداخلي قلت شفت واش من جهات اسمك تعرف أن نادية عكاشة جات مع فريق الاتحاد الأوروبي اللي تابع الانتخابات وبالتالي ثم من باش نبدأ واضح يعني أنه عندها دعم خاص من هذه الجهات التي تبعثها مش بالسهل باش تجي تحط واحد يراقب انتخابات في بلد معين باسم الاتحاد الأوروبي. الجانب الثاني وجودها في فرنسا واتصالاتها ببعض الأشخاص أو الشخصيات السياسية في نفس الوقت يعني دليل أنها ما هي شخصية يعني سهلة وما جات شكاكة من الشارع ويبرا حطها في الديوان. يلوموا الناس أنه علاش ما خذاش ضدها قرارات وغيره. لازمك تعرف أن قيس سعيد تدخل المعترك السياسي لم يكن له حزام سياسي سابق وما عندوش أحزاب وما عندوش حزب وما عندوش مناصرين اللي هما نقولوا احنا حزام سياسي يعني وكأنه حزام سياسي يعني المناصرين متاعه هما أشخاص ناس يعني وحدهم طوعيين بتلقائية. الجانب هذا يخليه من الصعب أنه يكون عنده ما عندوش كاريدة دريس أو نزيد نمشي أكثر يعني كيف نقوله كاريدة دريس يعني عنده في التليفون متاعه 200 أو 300 رقم لأشخاص فاعلين اللي عنده معهم في يلتقي معهم خاصة هو أنه وقت اللي ألتقي مع شخص في أفكاري فهذا خلى رئيس الدولة ربما
ثم ناس سماهم في وظائف معينة ثم خرجوا. وهذا يطرح الباب السؤال يعني أنه إلى أي مدى ممكن تصمد رئاسة الجمهورية، أنا رأى تسائل قدام الوضع هذا في ظل في غياب يعني كفاءات قادرة أن تقوم دور مهم في المرحلة. هل غياب الكفاءات سي حمادي وأنه رئيس الجمهورية ما عندوش كارنيه تدريس وما عندوش حزام سياسي، أم هو خيار رئيس الجمهورية في أنه ما يشاركش بقية الأطراف باش ما يتمش تقاسم الأدوار ولا تقاسم أخذ القرار؟ في تونس الكفاءات موجودة من كل الألوان، باش نعطيهم لون خاطر موجودة ماشي، وثم كفاءات عمرها ما انخرطت لا في الأنظمة السابقة ولا في الفساد ولا في غيره، كفاءات كبيرة برشا وتخدم في هيئات دولية كبار كذلك عندنا ياسر من هذا مش هذا السؤال مطروح، هو أنه هل يجد الرئيس ناس يتقاسم معهم نفس الأفكار؟ لأنه يعني أهم حاجة هو الرئيس يحمل مشروعا، يجب يلقى ناس يحمل معه نفس الأفكار باش يوصلوا للمخرجات هذا المشروع. أي ولكن يلقى شكون يساندوا وشيك على بياض في 25 جويليا مثلا، كثير من الأطراف أحزاب سياسية وغيرها ساندت دون شروط تلك الإجراءات، ولكن بعد وهم علاش يعني نتنجم تقول لي أنت سي حمادي وفهمت من الضحكة بتاعك اللي هما لمصالح حزبية لأطماع في المناصب الوزارية وغيرها، ولكن زادة كان ينجم يكون فما لقاء الرئيس لم يلتقي في 25 جويليا هذه الأطراف. هتناخذون قدامنا بالحزب الحزب. تيار حركة الشعب. التيار شارك في كل الحكومات. دونك مش هتروحوا خارج المنظومة. الحزب الدستوري هو يعتبر طرف من النظام السابق ما قبل الثورة، وبالتالي ما نجمش يبقى مع الرئيس. كون بقى حركة الشعب لآخر وقت يعني مساندة لرئيس الجمهورية. حركة الشعب كانت منقسمة تقريبا، هما أشخاص معاه وأشخاص ضده، وبالتالي يقع اعتماد أنه هما شخصيات فقط. بقي أن أقول أنه هذا المسار الجديد لا أحد يعرف مخرجته باستثناء الرئيس. بقينا احنا ننخرط في هذه العملية كمواطنين على اساس انه الفترة السابقة كانت فترة سيئة، وتعرف انه مرات يوصل الاحساس بالضيم والاحساس بالقلق والاحساس بالتوتر انه بالنسبة لي مش يعطي شيك يعني على بياض اي شخصية مش تجي على اساس انها تكون هي الموقف. هذا ما يقللش من شرعية الرئيس ولا من مصداقية الناس اللي صوتوا له، أما إحنا فقط نقرأ ما يقع اليوم. ما يقع اليوم مازال فيه شوية صعوبات. والسلام. واضح. نشكرك برشا سي حمادي بقلوتي. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعات، تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام.